نحبك تعطيني الجانب الأول، علاش منتصر الوحيشي ما عملش ندوة صحفية لإعلان القائمة؟ معناتها علاش أنا شفت غوارديولا يعمل في تصريح مسكين قالوا له الفان سيزون مناش تعبت، قال لهم تعبت من لي كونفيرونس قبل الماتش كونفيرونس بعد الماتش كونفيرونس اوبليجي بالقانون ويعمل كونفيرونس. علاش منتصر الوحيشي يهبط قائمة وليستا الناس الكل امورها في الجبن؟ عجبتك ما عجبتكش، ما عندك حتى سؤال، على الاقل فهمنا شنو الفرق بين الناخب والممرض، خلينا نفهموا على الاقل فهمنا جوار يعني جوارات جدد جوارات مشاو. علاش الاستهتار يا جامعه يا وقتيه يا اللي ماكش ناوي تجدد؟ علاش الاستهتار بالتوانسه؟ علاش ديما حاقرين؟ علاش ديما مطفينا؟ علاش التونسي ما يعني لكم شيء؟ صحيح. على الاقل اعمل كونفرنس وقول لنا راهو الملاعبيه فرحانين منتصر والفوا به كيما الكذبه اللي كذبتها المره الفايته، سامحوني في كلمه كذبه، اما الحكايه المش صحيحه اللي قلتوها المره الفايته. يلا علاش ما صارتش؟ خاطر ماهيش في ثقافتهم، خاطر في منتهى الاستهتار، لانه الخدمه نتاع التوانسه في المنتخب وغيرها بعلي مفروض راهو في الدول المحترمه وفي الفرق المحترمه يلزم الندوات الصحفيه حكا يلزم يوميا ويلزم احترام الصحافه. هذو ما يحترموش الصحافه وقتاش راي تو توانسي مثلا كان موجود راي كان طبعا يلزم موجود كان الفتره هذه راي ما يلزم وقت يجيك زاد صحافي باش يعمل معاك انترفيو الواحد يلزمك تحترمه يلزمني نسلك انا ونسلك وهذاك خاطر باش يبلغ الناس والناس تستنى في الاخبار منين؟ من عند الاعلام من عند الصحافه. احنا يا سينوفل خدمتنا بعلي، احنا عندنا ثقافه برا هكاك وهذا ما يوصل حتى نتيجه. هو باش نحكيو على المسكني ولكن ايه؟ تونس ترويزيام ديستيناسيون بريفيري دي فرونسي. ايه؟ اه للفرنسيين فقط. ايه لهنا دونك فما نقطه ايه؟ مهمه اللي هي ايه؟ درجه ديستيناسيون الثالثه للفرنسيس. لهنا الاخبار يولي حاجه اخرى. ايه؟ مش ديستيناسيون ثالثه في العالم. فما المنطقه راه زاد المنطقه مستحيل تكون ثالثه. شنو انا حبيت تركيز اكثر. يلا بالنسبه للمسكني نورز دونك نسمعوا الاكستريم تاع احمد عداله من موزايك ونرجو. قائد المنتخب الوطني التونسي يوسف المسكني، ثم دو فيرسيون، فيرسيون الاولانيه تقول اللي الجامعه حاولت اكثر من مره تتصل به ولكن ما تحصلتش عليه، وثم الفيرسيون اللي تقول اللي يوسف المسكني طلب منهم يعطيوه البروغرام تاع لي زونترامون نتاعو يترينا على روحه يتبع لي زونترامون من غير ما يحضر في ملعب شاد لزويتن مع بقيه الملاعبين، خاصه كونو الشامبيونات مازال ما فاتش. هنا نقطه استفهام كبيره ولانه دور يوسف كبير برشا في وسط ليكيب ناسيونال خاطر سيتان ليدور يشد الجروب. فوالا دونك كلموهم تفاهم كلموه تفاهم، معناتها فما عدم دعوه يوسف المسكني. احنا لومنا على يوسف المسكني قبل يا بلال، قلنا حقه بعد نكسه المنتخب هو الكابتن يخرج يحكي. اليوم نلوموا على المنتخب، يوسف المسكني كابتن لسنوات، رمز الكوارجي، رمز الكوارجي اللي يصنع الفارق بين لحظه واخوها، معناتها ان جران جوار يوسف المسكني. مهما قلنا هاني انا معناتها مانيش مكشخ، ولكن يوسف المسكني اللاعب الكبير في المنتخب كيما معاها معناتها معاها شويه جوارات اخرين بهين، ولكن يوسف المسكني الملاعب الكبير اللي من المفروض ما يحتقرهوش المنتخب، من المفروض عنده امكانيات وهاز تيتروات وعامل القاب وعنده موهبه اكثر 100 مره من منتصر الوحيشي. معناتها منتصر الوحيشي حتى بارسبي تحترم يوسف المسكني اللي يعلمك الكره من المفروض، لانه يوسف المسكني جرون جوار. سامحوني نحكي بالقسوه هذه خاطر الحقره كيما برشا جوارات اعتزلوا كيكا مش شباك، المنتخب زادها ويحب يزاب يوسف المسكني مش شباك للاسف. احنا هكا منتخب بلال شنو تقول؟ يمكن انا الحاجه اللي زاد موجوده برشا عند جواراتنا تو الجينيراسيون الجديده، يمكن ما عندهمش نلوم عليهم في الجرأه في الحديث، ما يخرجوش ما يحكيوش ما يتكلموش ما يعملوش حوارات صحفيه. باركونتر كي تفرج في مصر نجوم المنتخب نجوم تو نتاع المنتخب تو يتكلموا يعرفوا يحكيوا، كي تعمل حوار يتكلم يخرج يعمل كونفرنس دو بريس، معناها ما احنا تو ما عادش ما عندناش خالد بدره وزياد جزيري ورياض البوعزيزي اكل، معناها يعرفوا يحكيوا، ما نعرفش نحس جوار التوم يعرفوا يتفاداوا الميديا ولا ما نعرفش، يمكن خوفا انهم ما يعرفش يقول تصريح مش في بلاصته ولا حاجه. بالنسبه لخروج يوسف سيكل مثلا انه يحكي وكذا كانت تنجم تكون بادره طيبه جدا، انه معناها في قائد الفريق يخرج يعطي يقول النكسه الفلانيه كذا كذا كذا. بالنسبه لعدم استدعاء والحقيقه معناها ما تفهمش ما نعرفش علاش. تعرف انا خيبت انك ما تعرفش ما تعملش ندوه صحفيه صحيح، انه تخاف الاسئله ولا انه سؤال كما ذا مهم برشا باه كي تقرا اليوم تحل انت فيسبوك ولا الدنيا باش تقرا ولا الاحتمال الاول والاحتمال الثاني والاحتمال الثالث في اتصلنا به ما حبش نعرفش شنو هذه كلها تخمينات على خاطر ما فماش ندوه صحفيين ينجم واحد يجي بجراه يقول راهو ما
اتصلنا به وما حبش. فما شكون يقول لك اتصلنا به وقال كان انا ما نكورش مع باش وانيكم سفيان ما يبدا ممرر لاصق بال ما يعملش ندوة. ايه حقي انا مش ممرر نادي عادي ممرر فريق معناها فريق وطني ما كان جامعة جامعي يفرض. ايه يا ولدي لا مكتب جامعي على شيء يا ولدي قانون يا ولدي قانون لازم تعمل ندوة صحفية وتفسر تقول راه وعلاش عيطت على كذا وعلاش عيطت لكذا وتفسر زاد باش ما تغلطش العباد في يوسف مساكني يا سعد تفسر تقول كي نبدا انا مكتب جامعي نقول لك يلا سعدي نهار الخميس ال 11 عندك كونفيرونس فازي هذاك تصير مش الممرر اللي يقرر او المكتب الجامعي يلا عندك كونفيرونس دي ما نعرفش شكون يقرر ما يلزم واحد يقرر يا خويا يلزم واحد يقرر زاد باش يفهم العباد زاد الراجل صحيح للكلمات ايه. واحد قال لك انا ما نكورش مع لوحش الاخر قال لك لا قال انا راني تعبت وما عادش نجم نلعب على برشا تاويلات تولي تاويلات والاخر قال لك ما نجيش والاخر قال لك ما استقعد تاويلات كل واحد يأول على كيفه والله اعلم الراجل ايش قال وايش ما قالش تقريبا احنا مصيبتنا يمكن في تونس يمكن اخر اربيت اخر انترونور كان تيتري معناها ينجم يقول لك انا عندي تيتروات شد تونس يمكن نبيل معلول في 2018 هاز تشامبيونز ليغ وهاز بطوله يعني وكان ونبيل يخرج يحكي كان ويواجه ونتفكر حتى حضر في برامج وحضر عنده في لاباس وقت قبل المونديال وقال فلان مش باش نجيبه فلان مش نجيبه وتناقشوا وعلاش وهو يقول لك كذا بتتر هذيك حاجه الحقيقة معناها من تقريبا من سي منذر الكبير ومرورا بسجل القادري إلى منصر لوحيشي هل ممرنين درجة ثالثة ما يجوش للمنتخب الحقيقة معناها راني نحبهم ونحترم راه منذر الكبير ولد سيابيه ونحب سيابيه ما نعرفش ولكن مش تاع منتخب علاش هالشواء أنا ما نعرفش تصور روحي أنا كان جيت رئيس جامعة بين نيابة رئيس جامعة الأصلي رئيس الجامعة اللي مؤقت اللي هو كي نقعد أنا مثلا ومجموعتي أنا ومطران ما نعرفش أخي أول فكرة تجي لمخك أول حاجة كي نقول مدرب نجيب مدرب تيتري انا نجيب مدرب يخافوا منه الجواريت يقدروه الجواريت انت في الاخر ينجم يوسف المساكن يقول لك انت شكون بار اكزومبل كان صار لوحيش في الاخر انت شكون انا يقول لك لاعب هز كاس هز لاعب كاس افريقيا لاعب كاس العالم هز شامبيونز ليغ لاعب كوب دي موندي كلوب محترف وماركيت وعملت ويقول لك انت شكون في الاخر حتى كي باش تعطيه نصيحه حتى كي باش تعطيه نصيحه ما هي دي مصيبه المكتب الجامعي راهو زاد حتى منصر لوحيش يجي ويرميوه في فم المدفع من بعد تدخل بعضها يا اخي جيب واحد جيب مدرب عنده بالماريز كي يقول كلمه الناس تسمعه كي يقول كلمه الناس تحترمه كيفاش الناس مش تحترمك في الكوره تحترمك بتيترويت يا اخي انشيلوتي علاش يحترموه جواريتو غوارديولا علاش يحترموه جواريتو مش ما الناس تيتري هذا تيترويت تعرفش معناها اخي ممرن ايطالي مش هزت شامبيونها عينه ممرر بعد شهرين طبعا هز شامبيونها مع نابولي بعد شهرين عينه ممرن واضح نحن فاهمين لا لا هم صحيح نحن فاهمين الكره مكتب الجامعي لحظه ما هو المكتب الجامعي قبل يقولوا انه يحب هو يقرر يجيب ممرن درجه ثانيه باش نفرض عليه الملاعبيه نتاعي خاطر الملاعبيه فما سمساره وفما مكمك وفما ناس تسرق في الفلوس وفما ناس تبعثك تحترف وتاخذ من عندك الفلوس ديما وفما خور يا نوفل ما نحبش نتغش باش نتغشش نتغشش والله نتغشش موضوع هذا يستحق الغش قسما بالله هذوما محللين رياضيين تردوا مدرب هذا يحلل في الاعلام في بلاتوات خاطر قال كلام باهي نجيبو انا مدرب يا ودي فرق بين المحلل والمدرب يا ودي مش معناه هز تيتر خل جملة باهي خاطر شكر وما نعرفش شنو هذوما ما يجيوش وريت الفيلم الكل كانوا محللين في البلاتوات تعرف تحلل خاطرك انت تتربوزي تحكي بهدوء الى اخره وقت تدخل الميدان تلقى الواقع شيء اخر المدرب شيء اخر راهو لا منتصر ورانا شويه جمعيه حتى كي رناو فشلوا الناس كل هذوما اللي رناو الاخر لا قلت عليه لا عملت تكوين في فرنسا حتى تيتر عملت تكوين تجيبوا الناس الباهي انا باهت علاش ما تجيبوش فوزي بنزرتي علاه هذا جيش انضباط ثم يا سي نوفل على المساكني راك مش تلعب انت شو اسمه الوحيشي راهو تلعب المنتخب زاد صحيح عايش خويا هذا باش نتدرب وحدي راهو ما يجيش ما نعرفش انت جندي من جنود انا قلت لك اذا في صوره ما اذا هذا ما وقعت في احتمالات ولا في صوره ما اذا قال باش نتدرب وحدي لا يا سيد كما حنا بعد خاطرك انت الفريق اللي تلعب معاه ما يقول ما تدربش وحدك تدرب مع مجموعه كيفاش باش نفهموا زاد تكون المثال زاد انت كي الجامعه هكا ما نفهموش انا مانيش ريت مطران ولينا بالاحتمالات خاطر يحبوا الهم يحبوا الظلمه صحيح. يحبوا الدنيا ظلمه كيما صار في حنا بال نفس الحكايه يعني نفساني مش حاضر ليه ما حبش يجي ليه ما حنا بال عاد مشى في بالنا باش يلعب يا اخي قعد حنا بال كان يلعب في مانشستر ظهر مشى لهذي ما عادش يلعب واذا ثم مشكله هام جدا يا سي سفيان اللي قلته الصحافه هامه جدا في حياه الشعوب
وفي الدولة في كل مجالات لا الكل الصحافة الكل من المكتوبة للمنهوبة للمكلوبة الكل يلزم الصحافة خاطر خاطر قاعد تشوف والله كنت قاعد في قاعدة جميلة جدا يا نوفة للصحافة هي اللي تخطط شكون فيها امشي لا هذاك شو اسمه حضرة السفير وشكون معكم وحدنا وحدنا وضحكنا من القلب الله. قال لي الصحافة ما ثمش كلام يلزم الدولة تحترم الصحافة يلزم شيء كبير معناته شنو هي حقرينا كي لحمة الكرومة متاكلة ومذمومة نمشي وفاصل وبعد نرجع نمشي وكرومة صباح الخير تونس أبدأ صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخوذ